عادي هقولها، هي نجمة الشاشة ونجمة كل المواسم، هي من زلزلت عرش التولك شو فيك يا عالم يا عربي، هي نمبر وان في كل المسارح العربية، النجمة الليبية اللي هزت أركان العالمية، نور الشيباني. أهلاً وسهلاً بكم معنا اليوم في واعد شو في أولى حلقات الموسم الثاني. طبعاً الاستوديو فاضي علي شوية لأن فرقتي الموسيقية غايبة علي بحكم أن هم خشوا الحجر الصحي ومروحين لليبيا، إن شاء الله يا رب يوصلوا بالسلامة. بس مع هذا كله أنا مستمرة معاكم ومستمرين في واعد شو. اليوم أنا نبي نتكلم على موضوع كثرة القنوات في ليبيا. فعلياً القنوات بدت عندنا هلبة، لو بنجو نقارنه قبل 2011 وبعد 2011 القنوات كترت بعد 2011، بمعنى زي ما تقولوا إنه في كل شارع في قناة. تمام، في 2011 كانت معناش هالبخيارات، خيارنا محدود، هي القناة نفسها بنتفرجوا عليها، الخبر اللي بتقوله لنا بنصدقه، صدقناه صدقناه ما صدقناش مش مهم، هو نفس المذيع بيطلع بيتكلم في الأخبار، بيتكلم في السياسة، في الفن، في الاقتصاد، بيتكلم يعني بتاع كله، أو رسوم متحركة، أو بيطلع الله يرحمه سليم تحت يوم يطلع القائد يهدرز علينا شوية. توا بعد 2011 كترت القنوات، كترت لين خترت يعني به. أوكي، أنا نعرف إن لما تكتر القنوات في بلاد إن البلاد هي ارتقت أو طلعت لمستوى إعلامي كبير، معاك، بس أنا أمتى نكون معاك فيها النقطة، هي لما نكون أنا القنوات هي أنا مستفيدة منها، فيها هدف، فيها فائدة، فيها حاجة ممكن لو خبر نسمع نستفيد منه، حاجة ممكن مسلسل نتفرج عليه نستمتع به. بس لما القنوات هي تطلع هم في بعضهم نفسهم يتعاركوا مع بعض، يعني هذا يطلع يكذب في هذا، وهذا يطلع يكذب في هذا، ويطلع لهم الثالث يكذب فيهم هم الزوز، يطلع لهم واحد رابع ما نعرفش من وين يكذب فيهم هم ثلاثة. أنا هنا كمواطن كمتفرج كاللي تبي أنت تشوفه، حسيت روحي كأني أنا في عركة واقفة في النص، هذا يتعاركوا، مين بنصدق؟ مع مين بنوقف؟ ولو نقول نوقف مع الواقف، ما هم كلهم واقفين ما شاء الله عليهم. يعني صح اوكي في قنوات مثل ما شاء الله تلقاها طايره فوق، شيء انتاج ضخم، شيء ما شاء الله يعني شيء فاخر على الاخر على قولتهم. في قنوات متوسطه، لكن هم كلهم واقفين وهم كلهم الهدف بتاعهم هم يتعاركوا مع بعضهم. شنو هي الرساله اللي بتوصلني انا هنا؟ ان انت مش موضوعك انا كمواطنه كمتفرج، انت موضوعك طالعه بتدير عركه محترمه لابسه قرواطه، لكن على التلفزيون مع الجهة الثانية ومع الجهة المعينة وبتطلعوا كلكم تكذبوا بعض، مش اوكي، انتوا احرار. بس حتى لما تبوا تديروها ديروها بطريقة شوية مش باينة، او ديروها بطريقة يودي ما قلت لكمش تكذبوا علينا، ديما تكذبوا علينا اصلا، احنا ديما نتفرجوا ونضيف روحنا حتى احنا مصدقينكم. يعني تقدر تقول احنا انتوا واحنا احنا زود ربنا مرض نفسي، لان انتوا تطلعوا تسبوا في هذا وتسبوا في هذا، وين نطلع نتفرج عليكم بنصدق هذا ولا هذا. انا نعرف انتوا تو حتكتبوا في التعليقات، او تو انت تو انت حاليا تو واقف قاعد بتكتب، انت اصلا شن دخلك فيها ليبيا؟ انت عايشه برا ليبيا يا ودي. انا راهو لا بنفيدك لا بنضرك، انا انسان اعتبرني مريضه نفسيا، اعتبرني نقول في اي كلام في اي كلام اي شيء، ما تعتبرنيش اصلا، فيش داعي تعتبرني. لكن ممكن تفتح عيونك على هذه النقطه، ممكن احنا دورنا كشعب نركزوا في الموضوع هو، يعني ممكن انت الموضوع هو تشوفه حاجه عاديه ومش ممكن انت مش موضوعك القنوات، موضوعك نور الشيباني، خيرها لابسه هيك، خيرها تدوي هيك، وخيرها تحرك في ده هيك. نتمنى انه يكون موضوعك اللي ندويت فيه توا، لانه هو فعليا موضوع مهم، نبي نعرف شو الهدف من كتله القنوات وهي ما لهاش هدف اصلا. وطبعا انا خلينا اهدى شويه هيك، حسيت روحي انفعلت شويه وتحمست، حنستضيف ناس اساتذه كبار هم اصلا اهل الفن ويفهموا اكثر مني في الحاجات هذه، وحنسالهم وحنشوف هم شو ردهم عليا. خليكم معنا.